من الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله. النهاردة منظمة الصحة العالمية هتعمل مؤتمر صحفي حول مستجدات جائحة كورونا والتحورات واللقاحات في إقليم شرق المتوسط. النهاردة كمان المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية هينظم احتفالية لتكريم الفنان الكبير فاروق فلوكس وإهدائه درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية. كمان من ضمن الحاجات اللي هتحصل النهاردة، المية هتقطع عن بعض مناطق شربين بالدقهلية لمدة 8 ساعات، وده بسبب ربط خطوط جديدة. القطع هيكون من الساعة 11 الظهر ولحد الساعة 7 بالليل في قرى مجلس قروي أبو جلال وقرية الحصص وقرية العيادية وحي الزهور وحي السلام. النهارده كمان هيسافر كارلوس كيروش للبرتغال عشان يقضي اجازه لمده يعني كام يوم كده، ويرجع مره تانية للقاهره استعدادا لمباراتي السنغال.